نداء السودان، وثيقة اتفقت عليها معظم أحزاب المعارضة بشقيها السياسي والمسلح. من رحم هذا التحالف ولدت حملة إرحل، حملة تتجاوز أهدافها شعارات مقاطعة الانتخابات. أرحل هي حملة مستمرة إلى رحيل النظام. حلف آخر جمع عددا من الحركات الشبابية المطالبة بالتغيير تشكل قبل أيام من انطلاق التصويت. التغيير بالنسبة لهم يمر عبر مسارات شائكة. حملة قرفنا، عاملين مخاطبة جماهيرية. مخاطبة جماهيرية في شنو؟ حملة. حملة شنو؟ شباب عاملين لنا احنا. تعال يا زول، شباب معاك وينهم؟ ما دقيقة يا زول، امشي معي. عاملين لنا الناس بتحتفل صيد. فنشاطهم الرئيسي المطالب بمقاطعة الانتخابات يعتمد على المخاطبات الجماهيرية في الأماكن العامة وسط الخرطوم ومدن السودان المختلفة. بقت الآن في ضرورة. لشنو ضرورة؟ لأنه يا أخي نحن محتاجين فعليا نتماسك مع بعض ونشتغل مع بعض عشان نحدث التغيير مع بعض، لأنه التغيير ده ما حق شرارة ولا التغيير حق قريفنا ولا التغيير حق التغيير الآن ولا حق جهة معينة ولا حق حزب سياسي محدد. التغيير ده مطلب شعبي، مطلب سياسي، مطلب مجتمعي لكل المؤسسات تاعته، وده تغيير بيسوقنا لأنه يا أخي دي الدولة اللي نحن بتعبر عنها. على الجانب الآخر من أزمة الانتخابات تقف مجموعة من الداعمين للحزب الحاكم وترشيح البشير لدورة رئاسية جديدة. الشعارات هنا تحث الناخبين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع مع اتهامات للخصوم بالعجز عن إقناع الشارع. لا بد من أصوات تناهض التطور، ولا بد من أصوات تقاطع الانتخابات والمسيرة الديمقراطية أيا كان نوع الديمقراطية التي تطبق. لذا كانت مبادرة شارك واحدة من أدوات الفعل الإيجابي تجاه حث الناخبين والمواطنين السودانيين على ممارس حقهم الدستوري. حالة الاستقطاب الحاد التي يعيشها السودان هذه الأيام تجعل أكثر من 13 مليون ناخب حسب سجلات مفوضية الانتخابات في حيرة لا تبددها برامج أي من المرشحين. نسبة المشاركة في أيام التصويت الثلاث ستكون بمثابة استفتاء على شعبية الحكومة أو قوة المعارضة، فحينها فقط يمكن معرفة قدرة كل طرف على التأثير في الشارع. أبو بكر أحمد، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.